شكرا على هذا التفاعل الإيجابي، خاصة وأنه الإدارة العامة لشؤون الحدود الأجانب بادرت بتخصيص مكتب لفائدة الطلبة الدوليين، وذلك بناء على تعليمات السيد وزير الداخلية تسليما لتوصيات سيد رئيس الجمهورية المعلن عنها بتاريخ 5 مارس 2023، واللي ضمنت عدة نقاط في مجال تسهيلات إقامة الأجانب وخاصة أشقائنا الأفارقة بتونس. كانت المبادرة في إطار تبسيط إجراءات تقديم طلبة الإقامة وإنجازها بصفة حينية لفائدة الطلبة الدوليين، وهذاك إيمانا بالإدارة الأمنية والمؤسسة الأمنية بصفة عامة لخدمة كل التونسيين والأجانب على حد سواء. مع سلطات الإشراف سواء وزارة التعليم العالي سواء وزارة التكوين المهني والتشغيل اللي بدورهم استحسنوا المبادرة هذه، واللي هما يقول لك أنه الطالب الدولي يجب يكون مجال اهتماماته هي المجالات الأكاديمية والعلمية، ومن خلاله معناتها يلزمنا نبسطوا له الإجراءات في الحصول على بطاقة الإقامة. كما شفتوا معناتها تم تخصيص مكتب بجميع تجهيزاته بإجراءات بسيطة، بإجراءات معناتها لإنجاز بطاقة إقامة في وقت قياسي، واللي كما شفتوا معناتها التفاعل مع الطلبة الدوليين أنه مع المكتب هذايا وقاعدين يتقدموا وقاعدين ينزلهم في بطاقات إقامتهم، واللي بدوهم معناتها هما بيدهم يقول لك أنه المبادرة هذه الحقيقة موجودة كان في الدولة التونسية ماهيش موجودة في حتى دولة أخرى، وهذا معناتها ما يكون كان أنه معناتها يزيد يحملنا مسؤوليتنا مش نحسن خدماتنا الأمنية. وكما قلنا الخدمات هذه يلزمها تشمل كذلك الأجانب مش تكون بجودة عالية وبطريقة معناتها تشرف المؤسسة الأمنية. شكرا.